أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكفر من شك في دخول العشرة للجنة لأنه شك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا علمه وشك فيه ولم يعتقده فهو نعم، ما في شك أنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.